السلام عليكم إخواني وأخواتي جميع المتقاعدين المطالبين بحقوقهم قناة المتقاعدون العراقيون على اليوتيوب. ترحب بكم أجمل ترحيب. لو أول مرة تشاهد الفيديو ندعوك للاشتراك معنا. نحن في هذه القناة نبذل جهود كبيرة في التصوير والمونتاج ونشر مناشداتكم وتغطية التظاهرات المتقاعدين وغيرهم من أبناء الشعب العراقي. اشتراكك معنا يحفزنا لبذل المزيد من أجلكم، وكلما ازداد عدد المشتركين نزداد عزما وإصرارا للمطالبة بحقوق المتقاعدين والوريث والمستفيد والأسرة والجرحى والأرامل والمطلقات والأيتام والرعاية الاجتماعية وطرحها أمام الجهات الحكومية والدولية. أنا محدثتكم شيرين سلطان، مراسل قناة المتقاعدون العراقيون بغداد. يا الله، السلام عليكم. أولا شكرا للأستاذ الإعلامي القدير نعم العاصي أبو أحمد صاحب قناة المتقاعدين العراقيين المتميزة حقيقة في طروحاتها وفي نشرها، وأيضا صاحب وكالة صدى تشرين الإخبارية. شكرا جزيلا لما يقدمه وما ينشره عن مواضيع تخص أخوان المتقاعدين العراقيين بشكل عام. اليوم حقيقة يعني لا أستطيع أنه التحدث عن مطالب المتقاعدين الحقيقية لأنه كثر الحديث عنها ولا مجال بعد الإعادة، لأنه القاصي والداني أعتقد يعني يفهم ويعلم مدى يعني حاجة المتقاعد إلى بالفترة الحالية على الأقل إلى زيادة في راتبه الشهري، باعتبار أنه اليوم أنه سعر صرف الدولار في السوق السوداء وصل إلى 156 وأكثر لكل 100 دولار، وبالتالي هذا يعني قسم يعني القشة التي قسم ظهر البعير كما يقال، وتضرر شريحة المتقاعدين وخاصة ذوي الرواتب المتدنية من هذا الارتفاع غير المسبوق. واليوم الحكومة بكل أجهزتها عاجزة حقيقة عن تغيير وضع السوق المحلية، وبالتالي مضطرين أنه نلجأ مرة ثانية وثالثة إلى الشارع من أجل يعني الحصول على حقوقنا المشروعة المنهوبة والمسلوبة من قبل الحكومات المتعاقبة. كنا نعول للأسف الشديد على رئيس الوزراء الحالي، ولكن ثبت بالدليل القاطع أنه رئيس الوزراء الحالي لا يختلف عن سابقيه من حيث الوعود الفارغة والتي لا يستطيع تنفيذها على أرض الواقع، ومنها على الأقل موضوع زيادة رواتب المتقاعدين اللي كان دائما وأبدا هو قلبا وقالبا مع المتقاعدين، ولكن عندما تصدر المشهد السياسي تنصل عن وعوده وعن كل ادعاءاته اللي كان بها دعم للمتقاعد العراقي اليوم.